ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الوسطى يوم الغد وأمطار في بعض المناطق وانخفاض لدرجات الحرارة شمالاً ابتداء من يوم الثلاثاء، وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. تتأثر بعض مناطق المملكة يومين الاثنين والثلاثاء بأحوال جوية غير مستقرة مرفقة بهطول زخات من الأمطار، وكما نشاهد هنا من الخرائط في بعض المناطق بمشيئة الله تتهيأ الفرصة مع ساعات ما بعد منتصف الليل يوم الاثنين على الثلاثاء لهطول زخات من الأمطار تحديدا في منطقة الحدود الشمالية كما نشاهد هنا، وتشمل يوم الاثنين أجزاء محدودة من الجوف ومرتفعات تبوك، ويتزايد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء عندما نذهب بالخرائط، بحيث تهطل أمطار رعدية على أجزاء متفرقة من الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة بمشيئة الله، وأيضا في جنوب تبوك، على أن تمتد فرص الأمطار في ساعات المساء والليل من يوم الثلاثاء لأجزاء من حفر الباطن، فيما تتراجع في بقية مناطق المملكة. توقع تأثر شمال المملكة تدريجيا اعتبارا من يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويتزايد تأثيرها نهاية هذا الأسبوع بحيث تشمل أغلب المناطق. وفي هذه الليلة في العاصمة الرياض الأجواء صافية، تصل درجات الحرارة إلى 13 درجة مئوية. أما في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض يوم الاثنين من 25 إلى 14 درجة مئوية، بينما هنالك ارتفاع بسيط يوم الثلاثاء والأربعاء إلى 27 درجة مئوية في ساعات النهار، ومن 18 إلى 17 درجة في ساعات الليل. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا. 25 إلى 11 درجة مئوية في عرعر، من 20 إلى 10 درجات. رياح نشطة في تبوك، من 25 نهارا إلى 10 درجات مئوية في ساعات الليل. في مكة المكرمة 30 إلى 22، في الطائف من 23 إلى 16، في المدينة المنورة 28 إلى 18 درجة مئوية، وفي جدة من 29 إلى 21 درجة مئوية في ساعات المساء. في أبها 21 إلى 9 درجات، في الباحة من 18 إلى 12، وفي جازان من 30 إلى 23 درجة مئوية أيضا في ساعات المساء، وفي الدمام 24 إلى 15، في الإحساء أجواء مشمسة 24 إلى 12، في حفر الباطن غيوم متفرقة من 26 إلى 16 درجة مئوية في ساعات الليل. في الرياض وفي العاصمة 25 إلى 14 درجة، في بريدة 27 إلى 16، وأخيرا في حائل من 26 إلى 14 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة. دمتم في أمان الله.